مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، مركز كرة عين للخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، إلا قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات، مركز كرة عين للخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، إلا قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، البنين ويا البنات. وزي ما وعدناكم هنكمل رحلة عطاء، هنتمم 2015 وهنبدأ في 2016 رحلة عطاء مركز كرة عين، تحت اشراف الاستاذ الدكتور عبد المحسن السمنودي استشاري النساء والتوليد والعقم واستاذ جراحة المناظير عالم في علم النساء والتوليد، وهو بروفيسورنا استاذ الدكتور عبد المحسن السمنودي. وهنكمل وهناخد لقاء، مش نهاية اللقاء، مع حالة هتسمعوا حالتها بنفسها، اقسم بالله بتسألني اقول ايه، قلت لها لا، قول اللي انت حساه، قول اللي انت اللي حصل معاك بالظبط، عشان الكلمه تطلع من القلب الى القلب. تعرف اسم حضرتك؟ اميره توفيق السعيد. اهلا بحضرتك يا مدام اميره. سن كام سنه؟ 32. ربنا يديك الصحه. اول حمل لحضرتك ده؟ بسم الله ما شاء الله، انا شايف الحمل وربنا يتم عليك. الحمد لله الحمد لله. لا كان معايا ولد. من مركز كرة عين ولا طبيعي؟ طبيعي. بس قعدت 13 سنه. ما جالكش حاله ياس لما قعدت 13 سنه؟ الحمد لله. اتفرجت على الدكتور عبد محطي في التلفزيون وقلت اجي، عندي ثقه يعني في كلامه، وفي عندي ثقه في كلامه انني اجي. طيب انت حامل في شهر كام يا مدام؟ في السابع. ربنا يكرمك يا رب. توعدينا ان شاء الله وانت اثناء الولاده نسجل معاك وانت شايله البيبي باذن الله ان شاء الله. تقولي ايه للجمهور النهارده بعد 13 سنه ربنا اكرمك مع الدكتور عبد المحطي؟ تقول ايه؟ ودي شهاده امام الله، واحنا بنسال الجميع ان ربنا يكمل عليك حملك وتطلعي وانت مجبره الخاطر من مركز كره عين. الحمد لله. اول حاجه اقول لاي حد يجي المركز وفي ثقه في الدكتور عبد المحطي ان هو يجي ويعمل العمليه. دي شهاده امام الله. شهاده. واديكوا شايفين ونسال الجميع والحمل قدام مننا الحمد لله. مفيش حاجه متفبركه، مفيش حاجه اتقالت، الا الاحساس، كلمه بتبقى معبره على الوش اذا كانت متفبركه او اذا كانت طالعه من القلب. ممكن الناس تقول لك ايه ده واقفين بس مثلا مع الدكتور عبد المعطي. لا اقسم بالله الدكتور عبد المعطي كان رافض من كام سنه ان هو ما يطلعش تقارير، لكن لما شاف الدنيا لا، عايز يعرف الدنيا ماشيه ازاي، عايز يوصل المعلومه من 2015 الى 2016 سنه التفاؤل. وان شاء الله هنيجي نسجل في 2016 مع المدام وهي طالعه بالمولود، ودي رحله العطاء وهنكمل
رحلتنا مع الدكتور عبد المعطي ومع تقريرنا، وفي أمان الله. مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين الخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، يملى قلبك بالأمان والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات. مركز كرة عين الخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. من داخل مركز كرة عين الخصوبة تحت اشراف الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري النساء والتوليد والعقم، واستاذ جراحة المناظير والحقن المجهري. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ احمد. كنا بنسجل قبل، انا عارف ان حضرتك النهارده عايز تشوتني، انا كنا بنسجل مع حالات، وكان معانا مدام امل بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمها وحامل، عايزين حضرتك تكلمنا عنها، ده قعدت فتره من الزمن بره، عايزين حضرتك تكلمنا عنها. هو طبعا كالعاده زي كل ما بيتاخر في الحمل ربنا بيكرمه، بيجي بنعمل معاه الاجراءات الطبيعيه، وزي ما قلت لك العمل النفسي مهم جدا جدا، انك تقنع العيان يطلع من عندك مستريح وعارف ان ربنا هيكرمه، وتبدا الاجراءات الطبيه السليمه، تبدا بالمنظار الرحمي الاساسي جدا بزود فرصه نتائج الحمل، وبعدين تبدا تختار البروتوكول المناسب، وربنا الموفق في الاخر بقى. عارفين ان حضرتك زعلان وما بتحبش تشارك مريضك، بس هم والله من حبهم في حضرتك هم اللي حابوا يسجلوا معانا عشان ننهي 2015 بالخير ونبدا 2016 بالتفاؤل. الدكتور عبد المعطي قدام حضرتك النهارده، وتقول ايه للجمهور؟ تقول ايه للجمهور النهارده وانت واقفه مع الدكتور عبد المعطي؟ اول حاجه بشكر الدكتور عبد المعطي، عندي طبعا ثقه فيه جامده وبشكر. تقول ايه للجمهور اللي هيشوف حضرتك النهارده بالنسبه لمركز كره عين؟ اقول له يجي المركز، في ثقة جامدة طبعا، الدكتور عبد المحتي أنا جيت له والحمد لله ربنا كرمني، ويجي وبإذن الله ربنا يرضي. توعدينا إن شاء الله وانت طالعة ويوم الولادة نسجل مع حضرتك وانت شايل البيبي كده إن شاء الله؟ بإذن الله. توعدينا أن نتسمي لو جوالة تسمي الدكتور عبد المحتي؟ دي براحتك ودي حريه. والدكتور عبد لا بلاش احمد، ده امل للناس، ده خير للناس والله، مش عشان احنا بنسجل مع الدكتور عبد المعطي. لو سمحتوا الساده الاطباء بيتكلموا على الدكتور عبد المعطي ازاي قبل المرضى، هتقولوا فعلا ونعم الانسان ونعم الطبيب. بنرك حضرتك ودايما في ازدهار، وربنا يا رب يدخل عليك 2016 وعلى امه محمد بالخير وعلى اولادك. نشكر حضرتك. شكرين يا حبيبي، متشكرين جدا، وشكرا ليكم، شكرا للاخت اللي وافقت انها تعمل هذا اللقاء، يعني متشكرين لها جدا. انا عارف ان حضرتك زعلان مني، بس دي والله بيرضاهم هم والله. دكتور تحت امرك يا حبيبي. في نهايه اللقاء نشكر باسمكم جميعا الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري النساء والتوليد والعقم، وفي امان الله في الحلقه القادمه ان شاء الله. مركز قره عين للخصوبه، فريق طبي متكامل على اعلى مستوى، اكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين الخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة
خلينا نفرح يلا سيبك من اللي فات إلا قلبك بالأمان والأمل والأمنيات البنين ويا البنات. مركز كرة عين الخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. من داخل مركز كرة عين الخصوبة تحت اشراف الدكتور عبد المعطي السمنودي استشاري النساء والتوليد والعقم لنظرة الامل، ودعا ل 2015 بالخير واستقبال ل 2016 بالخير والتفاؤل. حالة بتحكي عن الدكتور عبد المعطي وهتسمعوها، ودي بما يرضي الله، وهتتكلم عن الطبيب والانسان والاخلاق. نتعرف باسم حضرتك يا مدام. انا مدام نجلاء الغريب سودان من سمنود، وعند الدكتور عبد المحتي بتعالج عنده وبقالي الفترة معاه، وهو دكتور كويس وراجل محترم وراجل بتاع ربنا وبيعمل لله كتير. فخد غصب حضرتك تتكلمي الكلام ده؟ العظيم ما حدش غصبنا على حاجة، هي جت الظروف اللي انا بتعالج معاه عنده بقالي شهرين ثلاثة، وكان كتب روشتة كبيرة ما قدرتش اجيب، فجت لحضرته النهاردة قال لي العملية والفلوس وكل حاجة والروشتة كله عندي، تعالي كملي علاجك، هو دكتور ربنا يبارك له في صحته وفي عياله. دي شهادة امام الله، والله العظيم ما حد جبرنا على كده ولا حد قال حاجه، والله العظيم الدكتور ما يعرف حاجه عن الكلام ده، ربنا يبارك له في صحته وفي عياله. قولي للجمهور النهارده بالنسبه للدكتور عبد المعطي اللي هيشوف حضرتك عن مركز كره عين وعن الدكتور دكتور محترم ودكتور مراعي ربنا في الناس والناس اللي بتروح للغلابه بيسترقف بهم، ما عندوش كبرياء، ما عندوش يعني اللي هو يكبر على الناس، وهو بيراعي ربنا في كل حاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى ما رضاهاش وما رزقهاش تجي للدكتور عبد المعطي. دي شهاده؟ دي شهاده احتز بها من الدكتور عبد المعطي، هو دكتور بتاع خير بتاع خير، ربنا يصلح حاله يا رب. هو ده الانسان، هو ده الطبيب، ما حرمش ما قفلش بابه للخير مع المدام. هي دي الحياه، وانه ربنا يرضيه يا رب، ربنا يرضيه زي ما بيرضي كل الناس، ربنا يجعله في ميزان حسناته ولاولاده ودايما وابدا، وربنا على طول في ازدهار مع الدكتور عبد المعطي من داخل مركز كره عين. نشكر حضرتك، مع الف سلامه. البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات، نعمه بتخلينا نفرح يلا سيبك من اللي فات الا قلبك بالاماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات، البنين ويا البنات. مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين الخصوبة. البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح يلا سيبك من اللي فات إلا قلبك بالأمان والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات. مركز كرة عين الخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. شركة الشريف ميديا لاين، لو عايز تنتج أو تصور إعلانات فعاليات ومؤتمرات، جرافيك، برامج تلفزيونية، تسويق البرامج والإعلانات. للتواصل الاتصال على
مع شركة الشريف ميديا لاين، الإعلام بمنظور آخر.